احنا المباشر في الثانوية يطلعوا المتابعين. أسعد الله أوقاتكم متابعين متابعة قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي، هاد السيدة هادي اللي كانت كتشتغل في الديار السعودية خدمت واحد الشهرين، لكن مع الأسف أن السيدة اللي خدمت عندها ما خلصتهاش، مشات تخدم على أساس أنها طباخة، لكن مع الأسف اليوم غنسمع واحد القصة صادمة أنها السيدة تكرفسات وعاد في الجحيم لمدة شهرين وهي عايشة في الجحيم. حتى كنشكروا هذه الشكر الخاص لجميع المغاربة اللي تعاونوا مع هذه السيدة واللي رجعوها للمغرب من المملكة العربية السعودية، رجعوها للمغرب وشكرا هادو هما المغاربة واللي فعلا. مرحبا بك اللي معنا في هذا البث المباشر، عاود لنا القصة بلاش نعطيك الميكرو، عاود لنا القصة ديالك، هذه القصة الصادمة اللي عشتيها خلال هذه الفترة ديال الشهرين. مرحبا. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم، انا اختكم المغربيه اللي حبيتوها وضميتوها اخوتي المغاربه وانا في الديار السعوديه. انا عشت في القصيم واحد الفتره ديال عشت في القصيم واحد الفتره لمده ديال شهرين عند واحد السيده، وكانت تبان من اطيب خلق الله، وقلت الحمد لله انا في ازمه هنا في بلادي وغادي لبلاد الناس باش نخدم بشرف ماشي بشي حاجه اخرى، وقصدي شريف. وهي 3 شهور وكثر وهي تتواصل معايا تقول لي ما تخافيش وانا انت اختي وانت اللي ما ولدتهاش ليا الام ديالي وانا غندير لك وغنفعل لك. المشغله تعرفت عليها مده 3 شهور وعلى طريق سمساره، والسمساره انا ديتها مبلغ. واخا باش حتى المتابعين الافاضل يفهموا الموضوع من الديبار الله يخليك. انا المساله الاولى انك تعرفي على الوكيله او السمساره كيف ما كنقولوا بالدارجه. اييه. السمساره اللي غتخدمك في السعوديه. اييه. تفقات معك تعرفتي عليها في قنيطره؟ تعرفت عليها من في كازا. فين كاينه هذه السيده؟ في كازا. في كازا. نعم. مشيتي تعرفتي عليها على اساس انها تخدمك، شنو عاودي لي التفاصيل. انا مرت من ظروف صعبه من كورونا لهنا، ظروف صعبه والغلاء ديال المعيشه قاهره، والزوج ديالي يعني العمل ديالو على قد الحال. نعم. وجات كما كنقولوا. وعندي الكرا وعندي الدور، يعني انا تنتمنى من المغاربه كلهم ما يقولوش لك علاش انا مشيت للسعوديه. انا مشيت للسعوديه. للسعوديه الا انه كيبغي العيش ديالو، كيبغي بغيت العيش الكريم، بغيت انا يكون عندي حق في السكن، بغيت انا يكون عندي حق انني تكون عندي كيان، يعني تعذبت، يعني ماشي انا تنتمنى حتى واحد ما يعلق على شي حاجه ولا يقول لهذا الانسان علاش مشات او علاش داك. لا بالعكس، انا كل لقيت العيش الكريم. انا دفعت غير هذيك 10000 ريال نشدوها ديال سيدنا ما خدناهاش، ومع انني انا كاريه وزوجي ما داكش ما خدنا حتى شي حاجه. ديالك انت باش تعرفي على هذه الوكيله، من بعد ما تعرفتي عليها عاودي لي. تعرفت عليها باش تعرفتني على واحد السيده عرفت الظروف ديالي صعبه. واخا انك تخدمك في السعوديه. وقالت لي الطباخه والسيده عندي الاوديوات ديالها كيفاش شد تراسل معايا انها غتبدا تفرزن هذا الشيء اللي تتبيع وانني عرفات كاع عطيتك الرقم، شحال عطيتي للسمساره؟ عطيتها المبلغ ما بين 140000 ريال من غير التدوير، من غير هذوك التكاليف اللي خلصت ديال الاجراءات ديال الرباط وهذه وهذه. شحال تقريبا؟ واخويا تقريبا غطلع لي القضيه، انا كنت زينه وكملت بشي 160000 ريال. 160000 ريال، 8000 درهم. نعم، على اساس انا عطيتك الرقم ديال السيده ديال السعوديه. اي السيده اللي خدمتي عندها سعوديه ولا سعوديه؟ اصلها سعودي. نعم. خدمتي عند شكون خلصت الطياره؟ هي شكون هي؟ الكفيله ديالي. الكفيله ديالك، نعم. مشيتي على اساس انها تخدمك، ركزتي انك كيف ما قلتي لي قبيله انها دارت معك زياره من بعد تقلب لك الاوراق. او عندي هي ماشي زياره، حيت الكلام ديالها كلها يعني خاصها تدخلني بكيكواك وغتدخلني للاردن وغترجعني عاد باش غتسوي الوضعيه ديالي، عاد باش غدير لي الاقامه ديالي. نعم. وهادشي كل هادشي كله عندي بالاوديوات مسجل وكلشي. هادشي دارت معاك هذه الاتفاقيه دارت معاك. من بعد اخويا انا مشيت، الانسانه كانت
طيبه من اطيب خلق الله، لا في المطار لا استقبال لا حسن المعامله لا كل شيء. هذا هو الحمد لله. قلت وقال هذوك السجود اللي تنسجد بالليل وربي اللي تعلم بيا، يمكن ربي استجب لهذا الدعاء وصيفط ليا هذه المراه هذه غتحسن. مشيت غنخدم، مهم تجيب لي داك انا مهم شاطره في داك الشيء ديال السمبوسه والمعمول والكبه وداك الشيء كله ديجا انا عارفه. امشي خدمت وجمعت فلوس الحمد لله، وانا من النوع اللي ما تنشدش تنبغي نزور العائله. انا هكاك انا بنت عائله ماشي شي وحده كما كنقول حنا يديك مثقوبه. ومني صافي فاتت الفتره صافي نسيت السعوديه، ولكن ملي جاتني الازمه من كورونا لهنا تازمت بزاف ماشي شويه. يعني الله سبحانه وتعالى اللي انا ما تنرضاش حتى نقول لبنادم عطيني. هذيك عطيني ما تنقدرش نقولها للانسان. يعني نخدم بكتافي الحمد لله، باقا قاده نخدم باقا قاده كلشي، ندير مرافقه ديال المراه كبيره عجوز زعما وداك وقالت لي غنخدمك ب 140 الف ريال 160 الف ريال مغربيه. يعني ملي تسمعي هذا المبلغ تتقولي الحمد لله غندور هاد التصريفه، نقدر ندخل لبلادي ندير مشروع، نقدر نشري شي دار، ومنين كبر نجيب شي وحده نقول لها شوفي هذه الدار خديها وناوليني حتى نموت. انا ما عندي لا لوري تخيط لا والو، يعني وما عندي لا ولد لا والو، عندي الزوج ولكن ما عندي والو. يعني كنت باغا ندير علاش، ماشي غادا على شي هدف خايب او نحشم بولاد بلادي او شي حاجه. بالعكس انا كون بغيت هذاك الشيء كون انا نفذت الاوامر ديالها. المهم اخويا مشيت، هذاك الشيء كله كان زوين في الاول، وتتقول لي هذا المشروع غيصدق ومنه هو غنمشيو للمساجات المغربيه وغندير حمام مغربي، هذا الشيء عندي كله مسجل. خويا داز 20 يوم تيبان لي داك المشروع ما ماشي، يعني خص يكون واحد الكونديده واحد يكون هذاك الشيء كثير وغتزيد معايا خدامه وداك. وانا نهضر معاه قلت لها اختي شنو هاد الشيء هذا شنو غنديره، قالت لي لا راه الامور غتكون طايبه طايبه غير سيري. بخير غير سيري. قلت طب الراسه تخدم ما تخدمش، المهم انا تنعرف راه الشهر غنوقف عليها نقول لها عطيني الشهر ديالي. بقيت اخويا خدامه على احسن مهم وخا ديك المهم. انا الشهر الاول حنا المغربيات معروفه تيبان لك تيبان لك شنو، والحمد لله انا كبيره تيبان لك انك اشنو 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 بغات. مني صافي هي ديك الشهر الاول قلت لها الراتب ديالي، قالت لي انا دابا ما عنديش انا هادي صبري عليا شويه وغنعطيك. وانا تنشوفها مبدله سياره فاخره لولادها غير مني يلاه جيت وجايبه البيسيات قبل مني جيت يلاه ب 20 يوم خرجت مع انا كلشي البيسيات بدلاتهم لولادها. وكيفاش الراتب ديالي هو اللي ما عندهاش؟ صافي بقيت ساكته. قالت لي واحد يومين غينزل لك الراتب ديالك، اقسم برب الكعبه ما نزل لا راتب لا يديك لا يخليك. صافي عيطت للسمساره اللي جابتني قلت لها الو اختي هذا الشيء اللي جبتيني عليه والسيده ما خلصتني ما والو، اما غيروني اما عطيوني فلوسي اما صيفطوني لبلادي، خلصوني وصيفطوني لبلادي هذا الشيء راه ما بينش لي، او غيروني كيف كنت عند الناس الاولين. يعني كيفاش انا يوقع لي كي هكايا؟ قالت لي غير صبر غنغيروك ما غنصيفطوكش للمغرب غنغيروك. انا غنهضر معاها انت انسانه باغا 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 المعقول وباغا هادي وباغا هادي غنغيروك اختي. قلت لها اختي غيروني ولا ردي لي انت وياها فلوسي ولا شوفوا كيفاش ديروا. المهم ما سكتش بالسب عليها، قلت لها هادشي اللي درتو فيه ماشي هو داك، خلي الدار وشتت محالي وشتت كلشي. صافي اخويا حسبي الله ونعم الوكيل. صافي هي هاديك بديت انا وياها في الشد، قالت لي صافي من هنا 15 يوم غتسولك الوضع ديالك. قلت لها الراتب ديالي، قالت لي غتعطيه لك انا اللي ضامنه لك راتبك غتعطيه لك صافي. غير موجوده في المغرب ولا في السعوديه؟ لا موجوده في المغرب، وتدي الناس ودات شحال من وحده كلهم رجعوا. صافي اخويا ناضت قالت لي صافي غير كوني هانيه فلوسك على حسابي، انا عندي الاوضيوات ديالها من هنا. قالت لي ثلاثه السوايع غتحولي غتمشي عند مرا كبيره، غير مرا كبيره ولادها في امريكان غيتهلاو فيك غيديروا لك غيفعلوا لك غيتركوا لك. قلت لها صافي، قلت لها الراتب، قالت لي نفس الراتب اللي كنتي غتشدي عندها والتماره والعذاب راه غتلقاه عند هذيك. قلت لها الحمد لله عدتني وقيله لعله خير. تميت اخويا هو الشوان صونيت عليها قلت لها شوفي قول لها الشوان، حيت انا ما تنهضرش معاه. قلت لها الشوان ديالي تقلبهم. صافي خويا داز فترة كان الحال رمضان، حنت 15 يوم وانا وياها في الصراع، حنت دابا شهرين اللي ضربت عندها.
هو تحليت حلات الشوانط بدات تقلب اللي هو حاشاك بحال دوك الحوايج الداخليه ديالي اللي قدام يعني تنخدم بهم داك شعلات فيهم العافيه شعلات في المشط ديالي تتمسح بحوايجي اللي جايبه يعني باغا ندير نعيد بهم بغيت بزاف الحوايج حرق تتمسح بهم رجليها يعني واحد الاهانه ما نقولش ليكم انا صافي غير شتا دارت كيكوك عرفت ما كاين لا مرا كبيره راه لا هادي لا ديك كاين انها هاد السيده العم الله فين غت اش غنو غدير ليا اون فوا حلات الباب بحال كيكو غدفع فيها الشنطه ديالي غنجر الشنطه ديالي هربت وخليتها خليتها التجأت للشرطه الله يجازي بخير على الثاني كاينين الناس مزيانين هما نيت من الشارق من هذا من المنطقه اللي كنت فيها من تنسيت الاسم ديالها وحق الله العظيم من كثرت من عنيزه هي هذيك هزوني الناس داوني للشرطه التجأت للشرطه هضروا معايا الشرطه عصوناو عليها غوتوا عليهم الله يجازيهم بخير صوناو عليها قالوا لها راه عندنا السيده اللي هي تتشتغل عندك ها كيفاش ها كيفاش هي بغات تنكر انني انا تنشتغل عندها تتقول لك انا زياره وتنقول لهم انا ماشي زياره انا جاتني عندك خدامه وغتسوي لي الوضعيه ديالي هاد السيده اش دارت ليا انا تنطالب بفلوسي والفلوس اللي عطات للسمساره راه خرجوا عليا تيقولوا لي سير السفاره ديالك وداك غترحلك وسير السفاره قلت لهم انا ما غنرحلش انا غنبقى في بلادكم انا جيت لبلادكم طالبه الرحمه اللي انا مكويه في بلادي بغلاء الاسعار وبزاف ديال الحوايج وبغلاء ديال الكراء ويعني يعني انا ما غاديش نرجع نبقى في بلادكم وانا تهنت في بلادكم وتحرق زوليا حوايجي في بلادكم وتعذبت في بلادكم يعني في بلادكم غناخذ حقي مهم هي قال لي صافي خرجي برا خرجت برا بدا هو وياها تي في واحد الهضره هي وياه قال لها شوفي قالت لي سرقت قال لها شوفي هذه لو كانت سراقه ما تجيش تلجأ للشرطه الله يخليك حاولي انك تصفي الموضوع ديالك معاها الله يجازيه بخير ودابا هاد السيده غتديها من هنا ديرك لدارك على المطار هذيك الساعه هي بغات تلجأ للسفره ديالها هي حره بغات تبقى في بلادنا هي حره اش دارت اخوتي المغاربه ما كملش 5 دقائق هز الطنوبيل وسب وشتم وانا تنعرف فلان وفلان 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 وما غيعرفش لا حتى واحد الاثر ديالها وانا واحد الخوف يا ربي تنقول يا ربي من بعد ما وقع شنو من بعد انا جايك اخويا نكمل لك 5 دقائق وقفتني حدا واحد العماره كبيره نزل فيها واحد سعودي واحد الوحش واحد الضخامه نزل عليا بالترفيق شدني من الراس ديالي وجرني من الزيف ما بغيتيش طرحلي بغيتي تحاسبي معاها هنا في بلادها انا غنوريك المحاسبه انا غنديك لواحد البلاصه اللي ما يعرفش لك حتى شي واحد طريق قلت ليه علاش اخويا اش اري الجوال ديالك قلت له ما نعطيكش الجوال ديالي الجوال ديالي غيبقى عندي علاش نعطيك الجوال ديالي انا فين تنعرفك بعدا انت تنفعوني رجليا تنجري بالي واحد السوري التحيه ديالي للسوريين والمصريين احسن وحدين لان انا لقيت المصريين هما اللي ساعدوني باش عرفوني جابوا لي المغاربه اللي هما وقفوا معايا صافي هي ديك التمس واحد السوري قال لي اختي وقفي حنا جات تيقول لي انت من ايه من عنيزه من بريده بغى يدخلوا بهذيك الدخله باش ما يعيطش للشرطه قال لي شوف اخي انت هاد الحرمه انا شفت الموضوع انا غنكلم الشرطه عيط للشرطه جاو هزونا من عين المكان قلت لهم قلبوا الكاميرا ترى هو تعدى عليا وغا يدفعني السياره ديالو بغاو يدوني هو ويا لشي بلاصه يلوحوني صافي جات الشرطه هزتنا داتنا لداك تحاولوا معايا الشرطه باش هو باش حنا نتصالحوا ونصفيوا الموضوع وما داكش تيقولوا لي الشرطه انت اصلا عندك اصلا في ضرب مراه بحال هكا نفس الطريقه نفس الطريقه ولا خايف مغربيه ولا اه كانت مغربيه ولا لا كانت معايا غير لا اللي كانوا ضرب هذا السيد هذا ما عرفتش لا. انا تنسمع هذاك تيقول لي مني طلعوا في السيستيم تيقول لي انت اصلا عندك نفس قال لي لا راه صافي سويت وضعيتي معاها وهذه 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 انا هذه راه جايه عندي ديريكت المكتب ديالي قلت لي لا انا ما جايش عندك عمرني ما شفت وجهك انا جايه من المطار لعند هاد السيده البيت ديالها وعندي ما يثبت هذا عندي فيديوهات واخا الفيزا اللي خديتي انت ديال الفيزا اللي مشيتي مشيت في فيزا يعني هذا زياره
زياره. زياره شنو بعث لك الزياره؟ هي السيده، السيده اللي بعت لي الزياره. اوكي كملي. وغتقلبها ليا الاقامه. هادشي عندي الاوديوات اللي تي تي تتهضر فيهم بهادشي. من بعد هادشي وقع مشيتهم للشرطه؟ مشينا خويا للشرطه. عمرو انا ما بغيتش نتنازل ليهم بصفه نهائيه، انني نتنازل ليه. حاولوا معايا وطلبوني، قالوا لي واش بغيتي فلوس؟ قلت لهم انا الفلوس ناخذ الاجره ديالي من عنده، اما عرضي باش يضربني ويدير لي هذه الاهانه ما سميتوش. قال لي بديت نهض فيا، قال لي خصك تمشي ترجعي لبلادك وتابعيه من بلادك. قلت لي كيفاش انا ضربت هنا ونمشي لبلادي نتابعه؟ قال لي سيري لبلادك وتابعي، غنعطيك واحد الرقم وتابعيه. قلت له انا ما غنمشيش لبلادي، انا ضربت هنا وجايه زياره هنا، وهي انا باقي عندي حق، باقي عندي وقت هنايا وداك، ما غاديش نمشي. انا باغا حقي من هاد السيد اللي ضربني، وحقي من هاد السيده في الفلوس ديالي وفداك. قال لي سيري لبلادك وطالبيها، ياك انت مغربيه وعندك سفارتك في المغرب سيري ليها. يعني تيستهزئوا حتى بالسفاره ديالنا، بحال تيقولوا لك راه ما تدير لكم والو، طبر راسكم. هادشي اللي بغيت نعرف انا مواطن. من بعد ما وصلتي لهاد المرحله شكون رجعك؟ رجعوني خوتي المغاربه، قالوا لي رجع قبل ما تولي دايره لك شي مشكل. نعم خوتي المغاربه الله يجازيهم بخير في القصيم. المغاربه حال العالم واخا اختي. وسوري مع الزوجه ديالو مغربيه واخا، ومصريه هي اللي تكلفت بكلشي، بالمسائل ديالي بجميع ما يكون. يعني خدت واحد الاستقبال من خوتي المغاربه وخواتاتي المصريين. والمصريين ما نقولش لك، هما كلشي اللي داروه ليا. باش كطالبي دابا؟ تنطالب من خوتي المغاربه يوقفوا معايا باش ناخذ حقي تم، وما رضيتش ترضوا لبنت بلادكم يضربها واحد تم، ويعني وكيفاش حنا نلجؤوا للصف بحقي وبفلوسي وبفلوسي من السمساره. يعني انا عندي واحد ضعيفتي صعيبه، انا كنت غرقانه وزدت غرقت كثر. إذا كيف ما تابعتوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي، هاد السيدة هادي مشات تخدم طباخة عند واحد السيدة في السعودية، لكن كتفاجأ أنها من بعد ما دوزت معها شهرين أنها ما خلصاتهاش، وأنها ما كفاش من خلاص أنها صفطت لها واحد على حسب ما كتقول وعلى حسب ما سمعتي معنا متابعين أفاضل أنها باش يضربها. اليوم كتطالب هاد السيدة كتقول أنا ما بغيت والو، بغيت الحق ديالي من هذاك السيد اللي ضربني، وأيضا من الفلوس اللي داو ليا شهرين وأنا خدمة، كذلك من الوكيل او كيف ما كنقولوا بالدارجه من السمساره اللي دات لي فلوسي حتى هي، وكانت معاهم مشاركه معاهم بطريقه غير مباشره في هذا العمل. متابعين افضل مقلين نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بث اخر. كنتمنى من جميع المتابعين افضل انكم تبارطاجوا فضلا وليس امرا. الى اللقاء، شكرا لكم، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله.